إليك احتمالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق القضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، وفدقي لبات وانكرها الليني أما انكرها اللينو ردد دينك بحا أمروك دينة الإسلام كانوا قبحا أما دينك لها كوبة دشو أما الدين الآن بها هذا شرعه ما أود شيء حد أما عقوبة أدونك الله مرينا يا عن حالك سو هذا لي آيدها القرآن كا أرنت الله دلي شدي يا إمام السنة ودلي شدين إمام الشافعي سفيان بن عيينة الإمام السلفسي أي مكة لحسن البصري وصومرني شيخ الإسلام بن تيمية أيده يدلي الشدين يقاف يدلي الشدين حكم كاوجود يدلي الشدين وصومرني وعكر صومرني علي سوق هذا ني دوري طبعا حديث والنبي صلى الله عليه وسلم كسو أروري ويقولون أرنت تلمامي إن حدك روح الدين تكبحي ويهي ودليه وحينو دمنا دليل كالصدحات لأن دليل كوحا نريد مثل هذا وحا كتوسة كتاب القرآن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثة أما حديثة هي إجماع أمته إجماع إبا ينور لمنا إجماع وحكم بالله وانا يا مرك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم إجماع هذا إجماع هو إسكو راعدة أما إسكو وافقدة مسألة مرتد كدين تكبحي حد كيسو إنو الدلية هي صحابة النبي اسكو ما خلاف صلى الله عليه وسلم وبالتالي يجي هذين اسكو خلافنا اسكو وافقين هذين اسكو خلافين واسكو وافقين انت كدم بيسينا يا علماء هانا يجي نصاصي اسكو الراحل وحيكب الله ونسى ارنتاسي النبي جاي نمركو جيريو صلى الله عليه وسلم سيدو تلمام يا حديث ابي هريره عليه هي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر بعده مركي النبي جيريود صلى الله عليه وسلم كذا شي سنة أبو بكر أهادي بمعنى حلكي أبو بكر لو ديوي ومسؤولية المسلمين تالله دورت أبو بكر وكفر من كفر من العرب أي قالوا ذي عدي قالوا ذي عرب أهاد يعني مركي النبي قل انتي قبائل بضم عرفت هذا دينتي كان نقل الردوبي قال عمر مركز عمر وحوي يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أبو بكر مركي دعدا سي دعدي او قبيلوين بدن او عرب دينتي كنقده قارنا اي سكدي ديدين اني بخيا ابو بكر قاوم وكو غاداي انو دغال كو قال ريدمو دياري او استياري دغال او تلغال. عمر با مركا ارنتي كو قبصدي وحوي ابو بكر او سيدت كن اولاد دغالميسا بو iyadoo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam waxa lay amray inaan dadka la dagaalamo ilaa ay ka yiraahdaan laa ilaaha illallah. ruuxi laa ilaaha illallah yiraahdana maalkiisa iyo naftiisa waa iga ilaaliyay, waa iga dhowray ilaa xaqeeda mooye. oo laa ilaaha illallah de xaq bay leedahay, xaq laa ilaaha illallah ay leedahay in xoolihiisa iyo naftiisa markaa lagu banaysto mooye, si kale naftiisa iyo muxuu xoolihiisa waa iga ilaashay. xisaabtiisuna ilaahay bay la jirtaa, waa xisaabuhu cala allah. yacni laa ilaaha ila allah ma afka keliyay ka tahay mise qalbigay jirtaayoo dhabbay ka tahay, ilaahay baa taa kale xisaabtamay. laakiin aniga laa ilaaha ila allah ruuxii yidhi naftiisa iyo dhiiggiisa waa iga badbaaday. nebi baa sidaa yidhi abubakar oo dadkani waa ashahaadanayaan seed kula dagaalami waa. cumar baa keenay ishkaalkaas. أبو بكر مركز أوحيه والله لأقاتلن رواية كان وحي إلا أقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إلهي بان كرارت إن الله دقالمي رواية كان وحي إلا إن اللين عدي كالقادة صلاة إيو زكاة حيال فإن الزكاة حق المال سكدوا حقي حولها لقول هوا سيدا صلاة ما أتحي حق الشرك لقوله shirkaaga xaqa lagu leeyahay waa salaada, xoolahaaga xaqa lagu leeyahayna waa sakada. labadooda marka laba kala qaadi kara buu leeyahay. sida ruuxa salaada ka tegay loola dagaalamayo loogu dili salaada tuko ayaa kii sakada diidayna loola dagaalamay oo loogu dili war sakada bixi. saasuu leeyahay abubakar radiallahu tacaala anhu. markaasa abubakar wuxuu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan wafii riwaayati ciqaalan كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. إلهي وأن كنت أرتي وحكى لإسكبة داي وحر أي نبي قسين شرين هذا إيدي ده إن أقول الله قال لهم رواية كان وحي لي هذا هاي ما هي الدبر دبر حرقة حولها لقود دبره دبر حتى هذا إيدي ده النبي قسين شرين الزكاة أما حقا وأن كنت قال لهم كأنك وحلها أبو بكر. طيب عمر دودي سيحكي كده بيسير. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الرسول الله أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أرنت وحي كسو بيسو بيشتو كسو أرسطب عمر إن أن أركي إن لابت أبو بكر إلهي كشرحي إنه نمان كان لده قال له مركز أوحان قرتيب إني حقته inuu dagaalkoodu xaq yahay. cumar sidii buu marka wuxuu ku raacay arrintii ee abubakar buu ku raacay. halkaasaa marka waxaa ka bilowday xuruubta loo yaqaano xuruubu ridda oo saxaabadu ay galeen oo isku raaceen. xadiidkaas lafdigaa leh waxaa warinaya alimaamu albukhaari iyo imaamu muslim, abu daawuud, nasaa'i labadiisa kitaaba kubra iyo sugra labadaba بيهقي يا ابن حبان انت وحديث مركا صحيح عن هذا الكتشوغن. قوانك ابو بكر الصديق مركو قاتي اشكال كاس يا سؤاشا ابو بكر عمر او كانينا او كقنعي وحي انت كدم به وحلوتشي سيدي صحابتي اون كالهارين مهاجرين يا انصار اون كالهارين وحلوتشي سيدي نمنك دين تكبح يا سيدي الولد قال بها أحد صحابة كمدة أو أرنتا كهري من المجد هدو تشيري لها ولا سوق قوري له كتبتا قوري له سيدة عمر بهذا الكيسي أي قرطي بي قوري له هدو تشيري هل نو صحابة كمدة أرنتا كهري واح كهري من المجد مركب ولا سكرع. طيب تا إيه ده
وحوغاه مركا هدينو دول استاغنو ددكان خيليغي ابو بكر او خيلكا قبطو نبيغو غيريوداي صلى الله عليه وسلم ددكاسي مخاي اهايين لو قول اسوغو جيرين سيده اولي امام الشافعي عليه رحمه الله قار دينتا كبحي هي قار ان دينتا كبحين لكن زكدي اون ديداي لبداس اسوغو جيرين إمام شافعي وأرنتا تقريرنا ينوح إليه منهم قوم كفروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنس وأصحابه قال دين تكبح بروي قالوا بينه النبي كلي سميستينه نبي محمد كدن بيه الرميينه سيدة طليحة الأسد ومسيلمة الكذاب يعني أسود العنس ضدك الراعي وأن من النبي نمشي يكتبه انت نبا وعليها ورقي النبي قمركو لنتي النبي نماذا شكتي تلقوا دي قوائش ودي با مركا رميستو يري النبي نبي نمدي كو راعي كواسي دد دين تكبحي الردوبي بي احايا ومنهم قوم امام شافعي هذا الكسيوة ومنهم قوم تمسكوا بالاسلام ومنعوا الصدقات بي قال اسلام نمدا هيستو دين تي توحيد كهيستي لكن سكدي ديني ويري سككم السنين ابو بكر يا نبي قال سينجري نبي قال سينجري نبي قال وارد يا حلقيا ويلي هنا يقول لطا إشكال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وتصلي عليهم زمه يعني سكذا مركو النبي يعني أوكي أنا يعني الصدقة ود عنج مركو الدعاء دي النبي يقول ماشي كم بحضي هذا ماشي كم بحضين أبو بكر تيس فتتي النبي قال ما ساس دراد سكسين منه هنا إشكال كان سكونه شو أسكنه كنا شو هذا سكونه لا هذه قلاد مسلمين والزكاة دي لكن دين أنت هذه كلا أنكر نقولن هي قلاد دين تكبح حي لوضع سيئة هذا الكاوي حقوق يعني إمام الشافعي عليه رحمة الله كتاب كيس أم كمجلد كشانات صفحة شنب قولي لحية طبعا هذا الكاكر ده رأى ذو قيمة بدن بوليه هاي وإسلام عنها إسقنا وقتل المامي وأوليه وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنس وأصحابه ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات هذا الكاس أوصيفا فاهنا يو أي مركب ميشا كتيرة طيب حبا كل إيران بينه لوضع قولو ظهري والنبي ياشا نبي محمد النبي كدن بير رمي الدين تكبحي هو إيجا وكوى هذلك أبو هريري إيه وكفر من كفر من العرب وكفر من كفر من العرب عربنا وحي قالوا بلها أي قالوا به والله سكوضا خبر كودي وركوضنا كوى سوى متواتر إن الدين تكبحين قالوا به النبي يكل الرميين هذا الكمتشر كوى نوع عصر كلاء ما أها كوى مركا أبو بكر يا عمر أي كدو ديان يعني. إشكال كعمر يا سيد ولد قال لما يسدد شهادتين كقرية كما صاب سنة كوى الدين تكبح كوى بكساب سنة هاي كوى بكساب سنة هاي ضدك مسلمين تا لكن سكد الديني ولد أسوء عمر ضدك قباء ولها سيد ولد قال لما يوي بأشهادنا يعني. لكن قلد الدين تكبحي أسقى أبو بكر وحنوشد عمر هذا الكمكيني ماذا هذا اللي قبل مكيني كربه معنا طيب وعليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وأمر مسيلمة مشهور في جميع الكتب الذي يذكر فيها مثل ذلك من كتب الحديث والتفسير والمغازي والفتوح والفقه والأصول والكلام جميع كتب باب كان كهذا شورا أيا قرتي مسيلمة الكذاب والنبي نمشيك الدين تكبح وركيس وهذا أمر بولي قد خلص إلى العذارى في خدورهن مسيلمة الكذاب إنه نبي نمشيكت رير كيسي ريبني حنيفان الدين تكبحين حتى قبلها كشانتمها أي كتشيرا قنطوك كداشي سو كتشير أستركي أي كتشيري تشيرين بنان كما أنسو بحمبا حتى كواسو وركو وركيسو قاريبو يعني ورعد والبا أي كور هشيبوها قبائش عربية الريود ردو دي يصحابه دي سيقولان رقمين يدقال كي لقوقا دي يعني وحوي مقا حافظه يدو مركا انكسو بحين قريه كل عيد والباب كشاكيسة عرين مركا وحي اهيد بولي عام بحضي
وحولي بل قد أفرد الإخباريون لقتال أهل الرد ردة كتبا سموها كتب الردة والفتوح مثل كتاب الردة لسيف بن عمر والواقدي. بمعنى رجع أخبارته يدعوين كوحكا قرنة كتب قونية يبكاء ألفين أو كتب الردة ليلة كتب تدد دين تكبحة أما فتوحة كتب تفرشان رولك الله فرانيو سيدا كتاب الردة أو لهاني ليلة السيف بن عمر iyo mid kale oo waaqidi u lahayd geer keto kutub gooni aba laga qoray dhacdada iyada oo dadkii diinta ka baxay markuu nabigu dhintay iyo saxaawadu say ula dhaqmeen ridwanullahi alayh wuxuu leeyahay marka ibn taymiya yadhkuruna fiha min tafasil akhbari ahli ar-riddah wa qitalihim ma yadhkurun kama qad awradu mithl dhalika fi maghazi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa futuh ash-sham hada ladoodi iyo tafasiishi dhacdooyinkaas ayay kutubta ku qoreen fa min dhalika ma huwa mutawatir 'inda al-khassah wal-'am kutubtaasi warka ay ka qortay dhacdadaas qaar kamida waa qaar mutawaatir ah oo dadku oo dhan ay ka warhayaan cid walba gaadhay waa waminhuma naqalahu thiqat wararka qaar kamidana waxa soo guuriyay ruwaad iyo culimo lagu kalsoon yahay waminhu ashya maqati' wa marasil wararka arinta ku saabsan qaarna sanadkoodu waa kala go'an yahay qaar waa mursal qaar waa dhaif qaar waa mawduu' bay soo dhex jirtaa waa wararka kutubta ku qoran لكن دعضه كدعض أهان دعض هذا الكتير ما عد والبرق يضمر بقى دعض الله قوره لا يبيه وعيلي لكن تواتر ردة مسيلمة وقتال الصديق وحربه له كتواتر هرقل وكسرى وقيصر ونحوهم يعني مسيلمة الكذاب يرهيركي سرابني حنيفة إني دين تكبحين هي أبو بكر يصحابه إني لدق على مين sida dadku ay u kala qaateen ay u tawaaturtay u xog badan tahay waxay la mid tahay hiriqla inuu jiray oo kale hadda nin hiriqla leeyda oo boqortooyadii Ruum madax ka ahaa warkaasi nin kasto danaya waa ogey waa mutawaatir Kisra oo ahaa boqorkii Furs ayadana waa mutawaatir taasoo kale la mid tahay bulmacna waa war cid walba gaadhay buur saxaabadii cid walbana ay ka warhayeen salaadaas muxuu yiri muxuu ahaay arin hadal gali kara ma hadalka wuxuu ku leeyahay Ibn Taymiyah oo soo gaabinay hadal dheer weeye kitabkiisa Minhajus Sunnah mujallad ka 8aad safhada 325 marka warka murtidiisu waxa weeye Abu Bakar iyo Umar iskumaayna khilaafin qaybtaas diinta ka baxday laakiin hadalku wuxuu ku dhaxmaray wuxuu ahaa qaybta labaad bal waa kan soo sheegney qoladan diinta ka baxay oo reebani xaniifa iyo musaylima iyo qoliyaha lamidka inay culimada qaar kood u dariishadeen inayba iyaga ka hadlayso aayada alla leey qul lil mukhallafina min al a'rab satud'una ila qawmin uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun inay qolada ka hadlayso culimada qaar inay qaban horan u soo sheegay oo zuhri ba kamida wuxuu leeyahay reebani xaniifa ashabu musaylima al kadhab imam zuhri alayhi rahmatullah hadal kisa waxa soo guuriyay الإمام أحمد باكيني كتاب كيس فضائل الصحابة أيوكو كيني وكذلك ابن جرير الطبري في تفسيره وحكى له سيدا قبة آيات داسي إني ريبني حنيفة كهل ليسو وإمدي سلف كمدة سعيد بن جبير باكمل عكرمة قبة وحي لي إن هوازن يا ابن حنيفة يقول لي هاسي كهل ليسو ابن جرير با تفسير كيس فضائل وحكى له إساقنا سيدا مري سفيان بن عيينة سان صوشيغ ابن تيمية إساقو حرجحة يا علي رحمة الله أما عليهم الرحمة جميعا ويرجح يا آياد قولوا قوني ما خصيص لكن عموم كذا معناه هذا قود وحسوه سقلية عد كستا أو دين تكبح ذي أما قالبا أو أود بدنو حوق بدنو مدحض مسلمين تو أي مسلمين تو أقوي يران لدقال لنكود مدحض مسلمين تو مسؤولية دهيس عد كستو يدحان كالي لدقال لما با آياد سوق قلية معنى تقاتلونهم أو يسلمون ساس إليه معنى السلام وعموم كيف دلشني هذا ما اسكمين خلاف اسكمين خلاف لكن قلوا ضد بال اسكو خلاف قلوا ضد قال كود يدا بال اسكو وفق سنة قلوا ضد ب مركز سكد الديدي لكن الشهادة يتوكني أيجنا الصحابة ويلا ضد قال لهم la dagaalankoodana way isku waafaqeen la isku khilaafinayada tayib
dadku sakadii unbay dhaheen bixin mayno dawladda siin mayno maxaa loola dagaalamaya macnaha ku jira muxuu yahay culimmadu qodobkaa markay ka hadlayaan labay u kala baxayaan qola waxay leeyihiin waxaa loola dagaalamay sakadii ay diideen bay ku gaaloobeen oo iyaguna gaalay ahayen lanna fariido ilaahay faraa'iddiisa ka mid a hadduu ruuxu diido diintuu kaga baxaya sidaas daraaddeed iyaga laftoodu murtadiin bay ahaayeen ee sababta riddada unbaa kala duwanaydo qolana waxay ku ridoobeen sakadii oy diideen qoladaa horena waxay ku ridoobeen diintii oo dhan oy ka baxeen oy nebiye cusubba samaysteen qoladan dambe saasay iyadana qaar mareen oo sidaasi ragga maraya waxaa ka mid a abu cubayd alqaasim ibnu salaam iyo rag la mid a maray culimmada badankoodse waxay qabaan jamaahiirtoodu waxay qabaan qoladaa markii lala dagaalamayay loolama dagaalamin inay diinta ka baxeene waxaa loola dagaalamay in sakadii xaqa ay diideen xoog lagaga qaado laakiin muslimiin bay ahaayeen wabitaali halkaa waxaa ka dhalatay mas'ale la yidhaahdo cid kasta oo muslim ah oo xuquuq lagu leeyahay ama faraa'id iyo waajibaad diineed diida oo samayn weyda xoog iyo awoodna sheegato si fudud looga qaadi waayo waa lala dagaalamaya sidaasay mareen badankood culimmadu waxaa ka mid ah culimmada sidaa maraya alimaam maalik ibnu anas caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay alamru cindana أن كل من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه يعني أرنك أنك أكتر نظر وحوي عد كستو واجب واجباتك كم ذا ديدة ومسلمين تو أي كري ويا إني كقاتان حق حقوا مسلمين تو إني لدق اللمان إلى حق لك قاضي xaqaasi xaq alluu noqon karaa sida sakadoo kale xaq aadami buu noqon karaa soo ma xaq aadami baa intay qaataan bay ku dagaalami karaan oo dhihi karaan ma bixinayno waa lagula dagaalami buu leeyay imaam maalik caleyh raxmat ullah kitaabkiisa muwaaa safxada labaad waxaan majaladka labaad safxada 380 imaamu shaafici baa isaguna sidaa odhanay wa qawlu abi bakrin laa tufariquu bayna maa jamaca allah yacni fii maa araa wallahu aclam أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها هذه الصلاة كتق لها ين إنه قلد قالم له هذه الصلاة اللي قلد قالم ين سكذنا وعلم ساسو وتابوا لي معنى مركزو إمام شافعي هذا اللي يرى ميش أسا يسي أخري معنى وحليه وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤذيه أو يقتل haddii uu farad wax waajibo waajibaadkii diinta ka mida diido oo masalan xaqa inuu qiro salaada tukado sakada bixiyo hadduu diido diidadiisa loo dayn maayo waa lala dagaalami ilaa ama la dilo ama xaqii laga soo qaado imaam shaafici kitaabkiisa umka ah ayuu hadalkaa ku leeyay mujaladka 4 safxada 228 sidoo kale imaamu axmed caleyh raxmat ullah waxaa weydiiyey isxaaq alkawsaj baa wuxuu leeyahay yuqaatalu ha wuxuu leeyahay axmed baa wuxuu yidhi axmed baa waxaa la weydiiyey imaamu axmed caleyh raxmat ullah isagaa weydiinaya wuxuu yidhi waxaan weydiinay yuqaatalu man manaca zakaa imaamu axmedow ruuxii sakada diiday ma lala dagaalamaya sakadii diiday laga qaadi waayo imaamu axmed wuxuu yidhi nacam walala dagaalamay abuubakrin رضي الله تعالى عنه قاتلهم حتى يؤدوا ذلك صوت واحد أبو بكر با كل دغالمي إلى أي بحيين مركا دعددي صحابة على دليشنية إمام أحمد دليشنية مركا زي إمام أحمد وحيري وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه فريضة إيه واجب دينيت أما حق روحي ديني أو كسته muslimiinta waxa waajibku inay la dagaalamaan ilaa laga qaado isxaaq ibnu rahwiya oo imaam axmed saaxiibkii ahaa imaamkii khuraasaan baa isaguna wuxuu yidhi idaa ajmacuu calaa dalika wa naasabu lqitaal goormaa lala dagaalamayaa
هذي انتي اسكر راعان حق الديدديس هذانا ولي بأي دقال اسو دياريا دقال اوغا ها ويرادان دقال بانك حقنا هذي ضد ان حوق بلاهين وطور درانيهين وان اوود بلاهين تي دقال لو قادي ماي اير انت الله سوق بتاع حوق حولا لوغا قادي صوبا ها زي رمى انت الله قبتا حولي سكدي حوق لوغا قادي فإنا آخذوها ومثلها معها مثلها معها صوبا ها ninki sakadiida iyadana waa ka qaadayna in u dhigantana waa ka qaadayna ganaax tacziir laakiin haday awood sheegtaan oo yiraahdaan maya arriyaan noo soo dhawaan kara xaqiina diidan gadaal marsadaan marka walaal dagaalami ila xaq laga soo qaado saas imaam ahmad cali rahmatullahi alayhi marka waa imisa imaam malik shafi'i imaam ahmad ishaq ibn rahawi intu basas hadalka imaam ahmad cali rahmatullahi wuxuu ku yaala masail imaam ahmad أو إسحاق الكوسج يعني رواية ديسا أيو كوي ألا صفحة التضبات أيو حاول جل حواها أيو كوي ألا رجاسي يولي بحنفية ده يقول الراعي أي ماذا سي واحد يذكر رعسينهين ضد كم واحد الله لده قال لمي ما أهين قال لي ما أهيني حق جديدين بحوق لك قاده وقال دي أشهادة يو سلادة تكنس لكن سكده أنتيت أي ماذا قار كم إذا وحي لهم ورمئه يجا لفتو ديدة دي زكذا ديدين بيدين تكبح يا كم إذا وحكم إذا الإمام أبو عبيد القاسم السلام وحي ليه فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة كما كان إباء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها هذا لا نقيم بضوء يسوون وحليه هذي سكدة ديدا وقرسين سكدة وحق وفرض إلهي واجبي دين تي كم التهي لكن ما بحنين عرف قواك قريان لكن إني فليان بديدين صلاة أنا واتوسين يعني صلاة سفيع عم بيوتو كنيا لكن سكدة ديدا وحليه عرف قواحي كشي قيان إيا صلاة توكنيا با سكدة أي ديدين بقى ماشى كصار يسوزولي نيس لأنه وحى أسكو حرن طيب ليه بمعنى وحى أسكو حرن الشهادتين كي هي الصلاة دي هي السكدة هي أركان تاني وأسكو حرن تا ميت بان ديدة يا أنت كلنا وانا وقلنا يا لجاي الماء كديدي وحى بربورين يا يوم ماشى كصار يا ديدة ليسو أنت كلنا مو ماشى كصار يا طيب وحى بربورين يا قريدي الصلاة دقيرتي arintana waxa barkhaatu abu yiri oo loo dalishanaya abu bakr as-siddiq wakii dagaalka ku qaaday isagoo muhaajirin iyo ansar wata oo saxaabadii dhan wata wakii dagaalka ku qaaday carabti zakada diiday wuxuuna ula dagaalamay sidii gaalada loola dagaalami jiray kale oo dhigoodo la daadiyo iyo caruurtoodi iyo dumarkoodo la qafaasho iyo xoolahoodo la qaato waa dabeecad macnaha dad marka la dagaalamayaan diinta ku jira waxa kale gadisan marka dad muslimiin ah oo mutay in lala dagaalamo oo dagaalku ku wajahan yahay dabeecadda dagaalka iyo ahkaamta ka dhalanaysa way ka gadisan tahay markay dadku aynan ay yihiin dad gaal oo xarbiyiin oo muslimiinta dagaalku la jira ahkaamtu waa kala duwan tahay marka wuxuu leeyahay Abu Ubayda wuxuu leeyahay Abu Bakar ahkaamtu siiyay waxay ahayd ahkaamtii gaalo oo kale isagu marka wuxuu qabaa inay diinta ka baxeen tayib oo diidada ay diideen masalada kaga baxeen سيدا سوكل واحد سو كورينا يا سجن أبو بكر الجصاص الحنفي أسجنه سو كورينا يعني هذا الك الإمام أبو عبيد القاسم السلام وحكوي على كتاب كيس الإيمان مجلد ككوباء وحنو كذاها وحكوي على صفحة الله بيتونا ورسالة يا ساسو معه مركب معناها إن الله رد قال لهم أيوه كوا وحيل الزكاة الديدي معناها سي أي مضو بدين وحيو بدينهن سكدة إن لقى قادم بالولد قال لهم يا قال لهم الله ما دقال لهم qarna waxay leeyihiin diidada ay diideen bay diinta kaga baxeen oo saasa lagu la dagaalamay labada raadiba ay madasa la kordhwaan allah alayhi wa qaban laakin la dagaalankooda la isku ma khilaaf
تاوحي نشرحيني ونعدينيني ذاتكي أي صحابة ولد قالمين أبو بكر هو قاميني قاركي دين تكبحي هذا الكما إيمان لكن كوي الشهادة يوسلادة تكني إيقان اللد قالمو صحابة ولد قالمين محال ولد قالمي سكدي بي ديدين والسكوة فخصين ما كو قالوا بين علماء غار باقبت قالوا حين ما كما قالوا بين حق أم بألقى قادها ونصيح علماء دو بدين سيداس مسألة داس ما ينشرحين تامر كان انت كغسو قدبنو مسألة داسي وحي انوات المانتي أرضادي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم انين اوكالا هرين دادكي مرتدين تهلا دقالهم كود طيب تاسي موقف قد ويوضا قاتم بوها وانا اجماع الصحابة الصحابة دا اسكو راعي اسكو مين خلاف هردين نتاكا نمان هذا هو حين هلينا خلفاء الراشدين أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي ومدول بالروايات قونية كغسو قنته أما السيك تنكجد سنة يغسو أرورتي أما اللوغوري مرتد كدينة إسلام ككبحي حكم كيسون الدليل تنوي قوة الشرين وين كوضا قيب قاتين عندما دي بيقالين وهو الجاميين هذا الكما إيمان المهاجرين أنصار بك ورقب قات لكن هذانا نوال بمركو حلك هاي ومسلمين تحلكو دقو هاي لعدوين لعيو الدين تلقى قبحي حكم كأم بمرية دان دامي ثالة سوق هذا النو أبو بكر وابا هاي ناوركي سواك عمر وكلا رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الرزاق وحصوص عليه في المصنف جلتك تضنات صفحة بقول استيتني له سنة صحيح وحكورنا يا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه وحو يلي ابن مسعود أيا وحو صوقبتي قوما ارتدوا عن الإسلام ده الدين تكب حيبه ابن مسعود صوقبت من أهل العراق وراء العراق فكتب فيهم إلى عمر لمنك أرنتو ذي عمر مركا وراق وقري لمنك أسا الدين تكب حي عمر ومحان كسم يا طيب فكتب إليه عمر با أسو جوابي بنبال كان يقرال كان أسو جوابي وحكوي أنا أعرض أم أن أعرض عليهم دين الحق دين تحقى إني قصة النقضان أبنك وشهادة أن لا إله إلا الله هي إني قران عيد حق لقو عبد إني سنشن الله موي إني الشهادتان وشهادة القران دين تنق صغلان وقصة النقضان أبنك انت هذا الله يدين ورسولنا الله ورديبوا صلابت طيب فإن قبلوها هذي كاي يلانو دين تيديبوا قصوا النقضان فخلي عنهم اسكده فراحك قادمر عليني نبت كلي وإن لم يقبلها ها وحيد وإن لم يقبلوها هذي ديدان وردين تتكبح هذين قصوا اللابت مركا تلات هذي كوك عن سيدانو ديدان فاقتلهم الله فاقتلهم الله فقبلها بعضهم ابن سعود مركي وراغد أتمد يتشوابت سيدي بو سميهو والإسلام كوكوصو النقضب مركو أوبان ديغي قار وي أقبلانو الدين تي بكوصو اللابتين قارنا ويكو مدحضيغين فقبلها بعضهم فتركه انتي دين تقاضتو كوصو اللابتين ويسكسي داي فروك قام ولم يقبلها بعضهم فقتله قارنا ويديدين ويسسو تاقين وحي لهذا نعنى دين تاس دين تا نعنى من الربنا كمانا نقنين وركت شوي ما كم صعب قول لا يكوان ابن مسعود يا أنا أمرك بحي يا عمر بأمرك بحي هل كان حصوصنا هذا وحنا نتجدونا مركان كه الله إنه الشبهات ك نمان كحكم كان ضد ككعي إجماع إنه سنشرين بيكود ضدان إجماع وحيرة كبريا وحا كم ذا عمر باقبي مرتدك إنان لديلينين دو دو دي كمتاهي أي نكهل دون حصوصنا دا مركا أثر كان بإسناد صحيح عمر كغسوغان هو أمر كوب بحين أيوه لايا صامع صوتي أبو بكرنا كموسا قيب قلين تن سيقوني أغسوغان هذا الكلوء يكسو قورين دونان تفسير كيسا مركا أثر كان صحيح وفصير دونا وإنكو عدين دونا إن شاء الله تعالى تاسي وامدوه
وحكلته سيدو كلا عمر استجانا كسوغن أثارت كسو عرورته وفربضانته هاي والاستجاء أبضان بالدهي كرا أنس بن مالك باوريني عمر كوريني أنس بحولي هاي بعثني أبو موسى بفتح تستر أبو موسى الأشعري با إدريبو لي هاي ميل تستر لي داهدو إنان كعانت كل يقوم فرطو وان كفرص دولة كفرطو. طيب ما بعثني أبو موسى بفتح تستر إلى عمر رضي الله تعالى عنه ورضاه. يعني أبو بكر بعيدا كهو جامني أبو موسى الأشعري أو إيري هذا عيدا ماذا هذا هو جان كأها أبان دولة كأها مركم قال تستر لي له أي قفصدين أو أي فرس كقفصدين مركم يمشي قفصدين خليفة يا مدح مسلمين ته بشارة الله سوق راه مرك والسور جليان ماشي أصلا مرة هنا الكاسان كعنتا كل جنيه وهكذا أبو موسى الأشعري وراقه مركز سوق راي أما فرين بو صور دي بو حصاد دري أنس بو صاد دري أنس مركو عمر أويمت هو مدينة أويم فسألني بو وأي ويدي سألني عمر عمر باي ويدي هو يديني وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين وحاجة شرتيبوا ليه قبيل كريب بني بكر لي هذا اللحنين وكم إذا اللح روح وكم إذا فإسلام لماذا كبحي ومركزي قالوا كبيرين قال ذي يعني مسلمين بهاي دين تي كتة قال ذي كدر مدين عمر وركي وهاي أمرك نوانك الرئيب أن يبكر اللحظة أها الدين تكبحي وركو دي بسيهاي أنا سمركو يميد با سؤال بويدي وحول ما فعل النفر من بني من بكر بن وائل وركوح دي الرئيب بكر محي سمعي بل وركو دي إيشي فركاسا وحان عريبو أنس فأخذت في حديث آخر لأشغله عنهم بول وركلان او قال يقول عمر سي انو مشغوليو ارينتا او ويدينا وركلان كو مشغوليه يقول اريدن و خوغا كا كل ك ك مخو اهاي او دونيا انو كليخيو شيكه كلام او قال يقول سي انو مشغولي عمر نو ما هو مشغول هيا تنا بدنتيسا وركاسو و خوري يقول ما فعل النفر من بكر بن وائل وركوح دي ري بكر بن وائل حقي قالن ارينكود ايغا ور وردير مركان سو ودو يو سيرو حلمامي وي غو سوليب ورنمكا وركودي شيك يوليب وركازا وحا يدي بيا امير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم الا القتل هذا الدين تكبحي او غالدا كبيري لين ان سوما هبو وركود ما واخ كلي ليه حكم كو سو ان الله يوم ما محد يغا ويدي وركازا عمر وحو يقول لان اكون اخذتهم سلما أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من صفراء أو بيضاء أيغو فيو أو نوضق أو بدق بإن أنك قبته بان كتش إعلان لها أبوي واحد ذهب إيا في الضرب لك كركي سيال يا أنت إذا سو ذهب إيا في الضرب وما قالس أنت إذا لك كركي ستالة تأغو قالس ما أنت إنا نهلو وحان كتش إعلان لها نمان كاسو بدق بإن أنك عن تقوله فركسوا حريبوا قلت يا أمير المؤمنين وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم وهذا قبل الله هيدا أنت كل قال هيدا يقول بدق ما حد كسبين الله أنا سباوي ديني فركسوا حولي كنت عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه وحنوبا نجي لها بقول الردي أي شلي كبد حير هنا ما أنت كسوق له ما قولا وعلى إسلام دين تيكتكين إنه مرة وذكسه النقضان بانو بندق لهابو طيب فإن فعلوا ذلك هذا السيدة يلان قبلت منهم وكيالي لهابو ساسا نفتو ذكو بدبادين لها عمر مرقب محوك حمي هاي وحو كتش علان لها قال لما إن لقول الله يو وحو كتش علان لها إنه دين تيب قصه النقضان سانا كو بدبادها طيب وإلا بويد هذا إيقاد ديدان ويلهدان ما دين تي مقاضنا إننا استودعتهم السجن بقول حبس كان قليل هاب حبس كان دقلها هذا يدي ذا مرك إن الله يو عن كتش على الله إن يجو نبض قبل سقط طيب ماشى أيضا مرك استودعتهم السجن ألقى حصوص هذا استودعتهم السجن حبس كان قليل لها هذا يدي ذا إن يدين تقصر نقطة قطب كحصوص هذا هل كاسة وحيد لشدين نمن كان رهيا لسكما إجماع مرتد كعقوبة ديسة هل كاسيلين عمر وحو يلي حبسي بان قلين لها معنى هذا ما الله يموي ساس تراد عمر وحو قبي
وسي وطان عمر وحو قبي مرتدك إنا للدلين هل كاسي وحوغا حلو ليس بالنا حلو ليس ميل أن وحكتشرين أدو حكر هاريسو هيا ليلة سو هذا ما إننا زومر عمر أو ابن سعود أمر يا الله طيب محال قوضة مرك حبس كان قليل لا محال قوضة بمعنى وحال قوضة حبس كان لقي لها إلى أي صور نقضان ودين توقو صور نقضان هذه اللي كري وايانا مرك أولين لها هو سيدا ياكو فصيري علماء المسلمين تو هذا الك عمر ساسي أفهمين هذا الك عمر معناها هذا أفهمين هورت أثر كعمر وحاوري سعيد بن منصور في سننه عبد الرزاق في المصنف بيهقي في السنن ابن أبي شيبة في المصنف طحاوي في شرح معاني الآثار ابن كثيرنا أحمد بن أوتيري مسند الفاروق أحمد بن أوتيري لكن أحمد كمهلي كنت أفر وحليه يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا فإن لم يتوبوا قتلوا صمار يعني حبس كان قلين لها سي أسوى النقضان وعداد سكاية حبس كان أوقك هنا إن دين تكوص الله أبتار هذا مركا لكيري وأينا مركا أمبال الله إله عمر هذا الكيس أساس على قولة طيب ابن كثير ما يسونا معناها كوفة سيري أو حليه وأما حبسهم حتى يسلموا ففيه دلالة لمذهب السفيان الثوري ومن وافقه أن المرتد يستطاب وينظر ما رجي توبته وهو معنى قول إبراهيم يعني توبة بان لويدين وانا لوك هذين انت الرجال لقى قبو توبة ديس حبس قال لي ولا يرى عذابين انت اللي سليه وصونا قونا الرجال لقى قبو صال الله حيني هذا لك عمر صال صال قبو وإلا وحا إيمانيسا عمر إلو إسكهر إيماني هذا الكيس هذا ترى هذا ما يحبس قونا هلا لقى سهل لقود دايو ولي قودي أن لدلين هذا الكيس هذا أن صومر نبا إسكهر إيماني عمرنا إسكما هو رمانا يقول وكوضع حبس بانجلين لها بمعنى أنت رجك قبا إن يصون نقونا يعني هدي رجك هذا اللقاء هذا مركزي هذا مركز حاويا المارت وغير كوضع لقد بقيني مركز كاسي هو عمر صومه وعمر يا كل حقي خلفاء الراشدين يا عثمان باكل عثمان استقنا وحاك السقن أثر صحيحة تحاول بصوص صارف في شرح معاني الآثار سرد صحيح كورنية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وحليه أخذ بالكوفة رجال يفشون حديث مسيلمة الكذاب مسيلمي هذا نصور شيء النبي لماذا شيء كثير بني حنيفة أيا رك رعسن وفكر كي سيق بابا مقال هذا كوفة وحيفافين ين فكر كي مسيلمة فكر كي مسيلمة إنه نبي يحي بين مقال هذا كوفة كل حفافين هي تذكر دحوه رجب على قبط مرك فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان وحلق عثمان مرك حلك مسلمين توهيوه خليفك عثمان بن مرك وراقه قرأ نمن نوع عاصر النبي النبي محمد أهين شيغان أي شيغا يئنو تشيرو ضدك نحي سنكوفا فينا يان هيا عام قصة مية فكتب عثمان بن مرك يسونا وراقه وسوشا وأسو قرأ أنا أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دين تحقق أوبندك. إن القرآن ألك هليجي نبي محمد الرسول كيسيه أوبندك. فمن قبلها وتبرع من مسيلمة فلا تقتله. روحي كأقبله. مسيلمة كبر النقض إلى هذا بين علوي أو حبك تشير النبي نماه. كأسج هدي لنا فرح كقط. ومن لزم دين مسيلمة فقتله. دين مسيلمة نكيسيه يشتو قط كيس. أو كويلة هذا أنا هو واحد قام مسلم إنه النبي محمد كذب بيه من كتنا زول ينكي كويلة هذانا كأسا هو ضاهن الدلم فقبلها رجال منهم فتركوا ولزم الدين مسلمة الرجال فقتلوا رجوا واقف سمينه قارن الدين تحقق كسر النقض قارن الدين تي مسلمة كوات كيستين كوي كوات كيستين ولا لا كوي كسر النقضين ولا نبت كلي والله فصح بعد ذا سنة وحلقي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه يا إنو الصهرين علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب سجن الروايات في رمضان باكسو بعدين دورة وعلي كسو كان باكسو وحكم ذا مدي أي مصامر ني وصحيح البخاري غير كي كويمت
oo dadkii zanaadiqadii aynu soo marnay xadiistii ugu horreysay soo sheegnayba soo maahay bilowgood dad zanaadiqoo diinta ka baxay baa cali loo keenay markaasuu yidhi diinta ku soo laabtay markuu kari waayana wuu laayay soomayna soo marnay bukhaari iyo keyrkii ku taalay waxaa la mida maalan qiso kaleeto oo uu warinayo ninka la yidhaahdo abuu camrin shaybaani wuxuu leeyay cali bni abi aalib waxaa loo keenay nin la yidhaahdo mustawrid alcijli waqad irtada can alislaam ninkaasoo diinta ka baxay baa cali loo keenay fastataabahu war soo noqo ku yidhi diinta ku soo laabo war xaqa u soo noqo fa aba waa diiday fa aba an yatuuba inuu soo noqdo waa diiday faqatalahu cumar waa khaarijiyey waxaan ujeedaa cali waa khaarijiyey waa dilay ahar weeye ilaa dhowr ahar oo kalaa meeshan ku yaallo oo cali bin abi aalib radia allahu tacala canhu laga wariyo ayadana kaasaan kaga kaaftoomayna ayib halkaa maxaan ku haynaa ee halkaa waxaan ku haynaa afartii khulafada ahaa soo ma abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali saddexduba inay mareen ruuxii diintiisa xaqa ah ka taga cuquubadiisu inay dil tahay nebigeennu muxuu ina yidhi marka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh calaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdi dariiqayga qabsada dariiqa khulafadana qabsada buu nabi sal alay slam khulafadayda hanuunsan dadkana hanuunaya xilka iga dambeeya kuwaa dariiqooda ku dhega buu nabigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma khulafaa'u raashidiin afartoodii meeshay wada mareen oo isku raaceen ummaddu waa amran tahay inay ku raacdo soo ma maba gara mari karna laanna nebigeenna salawaatu rabbi wasalamu caleyh ina amray meeshay mareen inaas hadday iskhilaafaan iyaga dhexdooda markaa wax way kee ra'yigee xoog badan baan dhahaynaa laakiin hadday khulafadu israacaan afartoodu masale sahlan maa saas daraaddeed baa wuxuu leeyay sheekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah maa kaana min sunnati alkhulafaa'i araashidiin alladii sannawhu lilmuslimiin walam yunqal anna axada min asaxaabati khaalafahum fiihi fahada laa rayba annahu xuja bal ijmac wixii ay khulafadaas iyo madaxdaasi muslimiinta u jideeyaan axad saxaabada ka mid oo khilaafayna aan la haynin arrinkaasi shaki kuma jira buri inuu xujo yahay bal xujo inuu iskaba dhaafay waa ijmaac buri ayib khulafadii hadday halkaa mareen wax saxaabadii oo khilaafay ma lahayaa may abadan hal saxaabi ah oo nebiga saxaabadiisii ka mid a ama hal taabiciyo ardadii saxaabada ka mid a lama soo guurin karo oo khilaafay xukumkaa isaga lama heli karo bal waa warka hadda inoo yaallee sheekhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay ijmaac haddii la yidhaahdo saxaabadu ijmaacii ay isku raacday dilka murtadka ijmaac iyo isku raac ka caansani maba jiri karuu leeyahay waa ijmaaca ugu caansan buu leeyahy wuxuu leeyahay waclam annahu laa yumkin hadalkii hore wuxuu ku yaalla majmuucu lfataawaga mujaladka labaatanaad 573 wuxuu leeyahay waclam annahu laa yumkinu idicaau ijmaaci asaxaaba calaa mas'alatin farciya biablaq min hada ariiq buu yihi saxaabadu masale farciya inay isku raaceen in la soo guuriyo maba dhici karto oo ka xeel dheertanaad hadda dul taaganna leanna waa tuu sheegayo hadda waxay gaadhay warkeedu iyo mowqifkay saxaabadu qaateen iyo say isugu raaceen xataa gabdhaha aan guriga ka soo bixin buu warkoodu gaadhay cid walba marka waa la isku raacay wax ku kala hadhay ma jiro taasina hadalkaana wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim arasuul safxada 200 saxaabadu inay saa isugu raaceen sidoo kale waxaa soo guurinaya halkaa waxaa inooga bilaabanaya marka saxaabadii way isku raaceen gadaashoodna wax khilaafay ma jiro isku raacidaa saxaabadu ay isku raaceen bay culimmadii muslimiintuna daba galeen ilaa la soo gaadho 1250 mas'aladaasi wax khilaafa nin ka keenay ma jiro waa taariikh dheer soo ma taariikhda 1250 oo muslimiintu dowlado iyo culimo iyo madaahib ay lahaayeen
هل نحن لماذا كم يدوم مسألة داسي شكي قليل مجرو تاريخ ذا كذب بمسألة دو مركة فرانتايو مداسي مسألة دا تاريخ ذا الإرعى اسكرها عساني وقت الدنباء مركة أيا لا 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 درف راي سيكوتي من نوانك أهل الدولة لكن مركة هراء أنه كهر مرنو علمات المسلمين تأسو قوريي مرتد كدين تكتج عقوبة دي سو إني دلتها علماء المسلمين تاريخ ذا دير سو جوري أرنتا إن الله سكو خلاف سنة ولا سكو رعسين يعني أن سو جورين هذا الكل وحكم إذا مثلا رج سو جوري ويفر بدينه هذا بدين لكن وحكم إذا أن سو قادنه مثلا الإمام سفيان بن عيينة وقرنه جلابات قرنه جلابات أيو شو جا أو حورنتي بقول يسديتنيو بقول يسجاشن يسديت دي هيجري قولت يعني علماء دي قرن جي لواد نولد وها وإمام محدث وفقيه عليه هاي السيوف أربعة نزل بها القرآن ومضت بها السنة وأجمعت عليها الأمة سيفه وأفربو قرآن لسه الدقي سنة النبي جي الدريقي سنة كتكتي ومضنا اسكر راعضي وأفر سيفوت بو يعني أفر نوع الدجال وي معنا سيف الدجال بيكتر جميع زمانا سيف كبادو حولي سيف على أهل الردة على يدي أبي بكر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وهو قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون سيف كباد وسيف تدك دين تكبح اللغولة الدجال لمي هو أبو بكر هو قامني يي آيات تقاتلونهم أو يسلمون أنا لقى جهل لي تاسوس سيف ما هو محيري سيفها قرآن كل شيء سنة دون الشيكتي وما دون إسكور رعد إذا ما هي توام طلب هذه وحويان وسيفت مشركين أهل الكتاب سيفت كلنا وحويان وسيفت أيضنا مشركين تعرفت أوثان تعبدك سيفت أفرادنا وسيفت ضدك مسلمين تأه دين تكل إحدى أما فتن كي بلايا ذا أبابولا لغولة تقالمو وعالي باتاهو قاميو خوارج تتوكولة تقالمو أهيدو محوها أيضا وحو أصل أقرلقي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله أفرطا سيفوت با إسلام كشيكو أفرطا سيفوت مركوانا لسكور رحسن يهيكو سيفتا أوه الرئيس وحويا سيفتا وحاكم ذا مد أهل الردة ذا القرآن كان شيخي بوليها السنة النبي كان شيخي ومضنا واسكن رعب صامد ما إمام الشافعي وحوليه سجن إجماع إمام الله علماء دي سوق قرس إمام الشافعي وحولي انتي لبادي بقوليه أفرتي أساقنا نولشي سوق قرنقي لباد بيه طيب وحولي لم يختلث المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه ولا يمن عليه ولا يؤخذ منه فدية بحال حتى يسلم أو يقتل مسلمين تسكم خلافين بود إنينا حلال أهين وبنانين مرتد إن مدح فرشا لغا قاتل لسيداي أما إن بلاش لغو سيداي أما إن فدية لغا قاتل أما فرشا لغا قاتل أما بلاش لغو سيدايو ما بنانين بنانين بسكور حسين بود حد كيس وحوي يواجب كيسو أما إنه دين تقصو لابتو أما إن لدلو ساسي مسلمين تسكن راعيون اسكن خلافين بوي إمام الشافعي عليه رحمة الله هذا الكاوح وكله مجلة كتضباد أمك كتاب كيسو أمك صفحة صدح بقول يسجاشن يافرت الإمام أبو عيسى الترمذي إمام كأهل السنن كتاب كالسنن كأهل حنوش إمام كتاب كالسنن كأسكال الترمذي سجل روح وانت لا بقول تضباتني سجال كي وحليه سجنا حديث كمركو وري كذب من بدل دينه فاقتلوه حديث كمركو وري وحيل والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد سدا سي علمض مرين مرتد كحوم كيسو إنه دليا هاي ليس كما خلافين حديث كمركو كان لي بسونا كان وحكم إذا أي مضى إجماع سوق ورسي الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين ويسونا دنتي صدح بقولي الطبنكي هجرية قرني معناها صدحات أي نلشي سواه وحيولي سجن المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوما فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام
وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر. علي مسلمين تنمانتو النبي قد وحيكسو قوريين ويسكو راعين إنو النبي قدتك قاركو الدين تكو قصبي أو أكدي دي إسلامي موحانك أهي هدي ديدان أولايي يي أهي مشركين تي عربتي أصنام تعابدي جرتي وعلي دي لوامت سو إسلاما أما والله إذن لين واركا لما جرت. طيب قال الله بعدنا ومرتد كدين تي سكتها جي نبي قو حالك لأم الصمين صلى الله أبا أما والله قدني أرنت أنا مسلمين تو أور دنبا إسكو رعصا بولي والنبي قو ذكسو قوري صلى الله عليه وسلم كتاب كيسة تفسيرك مجلدك الصدحات صفحة تضويته وعقم من الرجل سوق وري إجماعة الإمام أبو الحسن الماوردي إمامك الشافعي قالها وحول إنت يسجن أفر بقوليه كونتونك وحوليه فإذا ثبت حبر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته. يسجن حقوقي يعني كتاب كيسة الحاوي الكبير مجلدك الصدحات طبنات صفحة بقول أفرتني يسجن. وحكم إذا الرجل سوق وري الإمام أبو جعفر الطحاوي ويسجن الانتي صدح بقول يو يلواتني كوغي هجرية ولي قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله، ثم إذا ارتد فكل قد أجمعوا أن الحضر المتقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباحا. وحكوك يعني شرح معاني الآثار مجلد كالصدحات صفحة اللي حبه قولي يلواتني تضبع. وحكم إذا الرجل سوق وري إجماع إن أمد إسكر عليه الإمام أبو بكر محمد بن علي وعن كوة القفال الشاشي الكبير وحول أنت صدح بقول يلحدن يشنتي إستجن الصاص وكل سوق وري وحسوق وري يسيده كله الإمام أبو الحسن ابن بطال إستجن أفر بقول فرتن يستقال كي بقول أنتي إستجن وكسوق ورينا يا كتاب كيسة يرتنيك للشاشي القفال وحو كسو قوري كتاب أوليه هاي أولي المحاسن الشريعة ابن بطالنا وحو كسو قوري شرح إيسا صحيح البخاري أو كشرح مجلد تسديدات صفحة عشان بقول يكو وحاكم إذا رجل سو قوري إجماعة يومضونا نسكو خلاف سنين أبو محمد بن حزم ويساقونا دنتي أفر بغل كنتون يلحدي هجري وركو كهل لآيات لا إكراها في الدين ويساقونا كو كياني إنه أمضوا إسكرة عصنتها مرتد كدل كيس السجر. هذا الكاو حكوي لكتاب كيس المحلى بالآثار مجلد كلاب يتبنات صفحة بقول إيه سجال يتبن. وحكم إذا رجع سوق بوري الإمام أبو عمر ابن عبد البر القرطبي ومالكي جاءها محدث مالكي يفقيه هو السجنة وحو جيريودي أفر بقول إيه كونتون يصدح دي السجن أساس أسوق بورينا كتاب كيس التمهيد كل عام يلوت كسوق بورينا يا مجلد كشنات صفحة صدح بقول يسديد يطبن إيوم مجلد كشنات صدح كالصدح بقول يلح لوضع بوحو كسو قورينا يا إني أمضي حلمات اسكو راعين مرتد كحكم كيسؤون الدليه. وحاكم إذا رجل سوق قوريي الإمام محي السنة أبو محمد البغوي كتاب كيس شرح السنة أبو كسو قوريي مجلد كطبنات صفحة الله بقول صدن يسديد إساقون وحو قيريوذي شن بقول يلح يطبنكي يعني تاريخ الله صعدة بمعنى جيريدا وحنو شيء حلقة جيريودين وتاريخ مسلسل أول وحكى صوب اللوات قرنجي اللوات إني سوق جورية قرنجي صدحات بان صومرني كي أفراد بان مرني كي شنات تسلق ساس وصعدة يعني وعلماء مذاهب كلا جدي سنة نول كلا جدي سنة شوقة قروح يشوقان مغرب العربي بيشوقان قر مشرق بيشوقان قار خراسان يمحوها أفغانستان يمشى سيتشران علماء إسكو للتوك تمام علماء إسكو مذهبنا مذهب تود وكوكلة بدلين ومع ذلك كل ود حيسوق قرنية إن المسألة ضال إسكو خلاف تاريخ دائرة مسلمين طول هاي. وحكم إذا رجع سوق قريي الإمام أبو بكر على الدين بن مسعود الكاساني الحنفي استجنا الانتي شن بقول يسديتني تضبدي كتاب كيسو حكوسو قريي بدع الصنائعة مجلد كاللوات صفحة الله بقول يتضلاته وحنفي المذهب هو إمام حنفي هو. وحكم إذا رجل سوق بوري الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي وليح بقول يا لواتنك يا دنتي يا يسون إجماع سوق بوري وحكو سوق بوري كتاب كيسا المغني مجلد كالسقالات صفحة اللي حي طبعا.
وحكم الرجل سوقوري الإمام أبو عبد الله محمد بن عيسى القرطبي واللي هذا ابن مناصف عنك قوة ابن مناصف كتاب كذا وحكم سوقوري الإنجاد في أبواب الجهاد والله ما مجلد مجلد كلابات صفحة لحب قولي الشنب يسون كوسوقوري يسون وحود انتي لحب قولي لباتنك وحكم الرجل سوقوري الشيخ بهاء الدين المقدسي وحنبلية ويسجن اللي يحبق الله وطني أفرتيلت ويحبق كسو قولي كتاب كيسا العدة شرح العمدة صفحة ده اللي يحبق لي اللي حيطبا وحكم ذلك كسو قولي الإمام النووي عليه رحمة الله والشافعي المذهب أسجن ويحبق كسو قولي طبعا ويحبق لنتي اللي يحبق الله وطني اللي حدي هجري ويحبق كسو قولي إجماع يسجن كتاب كيسا شرح صحيح مسلم صفحة مجلد كلا بيطبناد صفحة ده الله وبقول له سيديت وحكم إذا رجع سوق قرية شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أو حنبلي المذهب مجتهدنا وحكم سوق قرية أورنتي تضاب قل واتني سدي دي هجري أورنتي وحكم سوق قرية سقنا إجماع عس مجلد كلواتناد مجموع الفتاوى مجلد كلواتناد صفحة البقلات وحكم إذا ملك لنا وحكم سوق قرية مر لوات وحكم سوق قرية مجموع الفتاوى مجلد كلواتني سدي داد أفر بقولي أفر يتوان وحكم سوق قرية وحكم إذا رجع سوق قوري الإمام زين الدين ابن رجب الحنبلي وحنبلي المذهب إمام محدثها فقيها استجنا لنتي تضابق السجاشن الشنتي استجنا وحكم سوق قوري كتاب كيسة وأربعين كنووي كشر حي جامع العلوم والحكم مجلد ككوباد صفحة الله بقول يلا بيه طبعا وحكم إذا الإمام برهان الدين ابن فرحون المالكي واستجنا لنتي تضابق السجاشن السجالك وحو كسو قرية يساقنا كتاب كيسة تفسيرة الحكام مجلد كلابات صفحة الله بقول يتضوات نسيته أنا أذن وحكم ذا علماء السوق قرية سيينين ومضوا يسكو خلافين حدكر مرتد كدين تكبح الإمام بدر الدين العيني سيدات بقول يكونتني الشنتي الانتي وحقوص القوريي كتاب كيسا عمدة القاري شرح صحيح البخاري لواتني أفر صفحة أفرتني يكون مجلد كلواتني أفراد صفحة أفرتني يكون وحكم إذا رجل سوق قوريي العلامة ملا خصر وفق هذا حنفية ذا الرجل هو وينا كم ذا سيقول القيري وذا سيدات بقول يسيداتني الشنتي هيجريغا وحكم سوق قرية كتاب كيسة درر الحكام شرح غرر الأحكام مجلد ككوبات صفحة صدح بغل يكو وحكم إذا رجع سوق قرية العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي ويستغن الانتي كن يصدن يكوغي هجري طيب وحكم سوق قرية كتاب كيسة فيض القدير شرح الجامع الصغير مجلد كاللحاد صفحة سقاشن يشن وحكم ذا وانظر دواني إيه محمد إسماعيل الصنعاني صاحب السول السبب السلام أستغنى إجماع سوق قوري وحكو سوق قوري سوحو قريودي كن بقل يسديتن يلاوذي هجري وحكو سوق قوري كتاب كيس السبب السلام وكو شرحي ولوغ المرام مجلد كاللوات صفحة صدح بقل يسديتن يصدح وحكم درجة سوق قريي الشيخ مصطفى بن سعد السيوطي مفتي الحنابلة بدمشق مفتي حنابلة بدمشق أسقون الدنتي كن لوب قل أفرتا إيا السدح دي أيا أسقون سوق قريي مطالب أرنها أي كسوق قريي مجلد كالليحاد صفحة اللوب قل إيا تضبات نشر وحكم درجة سوق قريي الإمام الشيخ محمد بن علي الشوكاني أو يسجن الدنتي كن لوا بقول إيوه كونتونكي. أسجن وحكوسو قري كتاب كيسة السير الجرار. مجلد كأفراد صفحة الصدح بقول تضباتا إيه الصدح. تضباتا إيه لوا. أنت وحي له هنا. صد عالم كدوات بار هنا. صواب. صد عالم. وعلماء دي عالم إسلامي قرن يجي لوا الله جسوب الله. إلى لغة سوغارو كن يلا وبقوليو كنتم كي لغة سوغارو هجري إلى إنتاسي أمد مسلم كا
عامة علماء هبيرات وحضل إيه خلاف مجل دينة إسلام كان ننك كتاق حون كيسون الدليح تاريخ ذا دير المسلمين تلهايين وتاريخ ذي فيوبايين مرك وتاريخ ذي مسلمين تو أي كيان شرى لهايين أود أي لهايين شريعة ذي دين تو ذا أود فرق جلسو كحوك بدن أين صابحين هذا بس واش يسوي دين تلا واحدة مسألة ذا اللي قبل الله أبو بكر ومانيتي النبي محمد جيريو صلى الله عليه وسلم علن كأوقع ذي مسألة ذا إيضا إلى تقريبا كن إيا الله وبقول إيا زيادة السنة المسلمين تو اسكن رعصنايين وفلينايين ويرميسنايين مدة ذا دير مسألة حقيبة هذا الكوكا قال يا سي هذا الكيكلي يا سؤال سوي الدين لما حقيبة صرت كقرنطي حقيسة هوشا إلى سوكش تاريخ ذا أندون يمر لواد إن دبق على واحد تهي يا كيني مرتد كإن لديلو دينة إسلام كو مقبتو ياي كتمت كورميس كسو بيرتي مسلمين تاسر روا واحد يرنان إيادنا أن دبق على ilaa shayga markaad garato abtirkiisa markaad garato meeshu salka ku hayo waad fahmi kartaa marka soo saasma tayib waxa iska cad oo isku waafaqsan yahay oo khilaaf jirin in ummaduhu isa saameeyaan qaadidatu ta'thir wa ta'athur dadka islaan nool iyo dadka wada dhaqma iyo dadka wada darsa ee dariska inay isa saameeyaan ودقنك يا عقيدتي أخلاقي يا كلاقاتان مسألة لا سوى مسألة مفروق منها وقاعدة لسكوا فقسين قال يا مسلم ونمد لها عالمك اجتماعي أها ابن خلدون خاصة مركو روحه كأود بدنه كحب بدنه متك الضعيف كي تبرت درن مرو البكاء كحب بدن بربائن والراعوك ضيدا لا وضع من نحب بدنه من تبرت درنه مر والبوحة سامين تقاطع متك تبرد درا وكن كحيق بدن بو اسكرعة وامد ليه ابن مخلدون عليه رحمة الله وليه المغلوب مولع بتقليد الغالب كلاجا حيق بطيء ولاجا أتكادي كاكا أتكادي كحيق بدن إنه اسكت ما قالوا وحي اسكقاطه أيوم هو هاي مولع كويه آه صوما حديث النبي كان واد قرن صلى الله عليه وسلم الرسول كلها امتي سمر كلها لي لتتبعن سنن من كان قبلكم امتي اذن كهري جدد كود اد قاديسان ود راعي دونتا دقمودودي عقايدودي افكارتودي وا اياد راعي دونتا تلاوه تلاوه تاكا تاكو ددددن حتى هدي يعني الضباء اي قد كيدا غلان واد كدبا غليسان وحو النبي كان الله صلى الله عليه وسلم سامين تأمدن لوج جيسني حينما يهودي النصارى يا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا إن أمدني أمدك على سامين يان وأفكار تود السوق جليس ويكون سامو بيسقار كم دي رسول كانوا نواسيش يا جسلاوات ربي وسلام عليه تاسنا وامدا أنت كده مركا أنت وجه الله فكرة أن مرتد كدين تسلمكم ما قبته إن لديله رجع قبى يا ماشي كتمت دوجلك إيرادقات كاسي وحيون وجه صباحية دتك قبائي إني كساموبين فلسفة الرجال بيتك أركتيد الرجال بيتك هي فلسفة ضوضة أي الرجاسي أما سي أي إسأوجيهين أما أين إسأوجين أي كساموبين وأنا سيد الصوص عتعدينتو إسكشيء شكل يما قرونتي دحى قرونتي دحى أي واحد دح مري مذاهب تكل الجديسين النصارى ذا أما كريستانكا أي واحد نحمر الدجال لا أذق إسكوبا بإيه كاثوليكا بروتستانكا هي كل كلو إنجيلين اللي يلاهدو وإسبابيون إبر بإسكديك كان يسدي بإسلامي وحكم إذا هاد الدجال الذي نحمر الدجال تقريبا صدّن سنة سعودي صدّن سنة سعودي كن يلح بقول يسديد يطوان كي ميلادي قال لقى بالله إلى كن يلح بقول يأفرتن يسديد ميلادي قال صدّن صنع آيات دقال كالسعودي ملايين مذاهب تاسي كريشتان كوضعه
ayaa meesha ku tagtay isku baabiyeen كاثوليكا بروتستانكا هذا لفتي هذا وكون ما لبضن سكون لينا هاي صوما مركا دجال الله سي مركا يدعين أيا أقوم يهن كي يفلسفة دي رجال بيت كوا حي أفكرين دجال لدن ديني جا مذاهب تإسلاين إسا ملايين تعنتا باب إسي حدين نان حل أهلي وحبينا جهر مايا وين الحل هذا النور وحلق بتي مركا كنيسته كلا دسناي أفكارتي مذاهب تودي بفرد اللقبت فرقاسي وحو رعي كن يلح بقول يأفرتن يسديد دي ميلادك وحنا اللوغو معدري هشيس وحا اللوغو قلي إن لإسبت باديو أو كنيسته إسبت باديا ماها مسلم كما دعجرو لكن كنيسته كريشتن كوة أبترسان جري يمذاهب تي كريشتن كو إسلاين با هشيس وغا قلي هشيس كوحا اللوغو معدري صلح واستفاليا لذا صلح واستفاليا أيو عنكوية صلح إستغى هشيس وحا لغو قلي أو هالكا كسو بحي طريق ذو يعني إذن كلو من واكون يليح بقول يوه هي أفرتن إيا السيديد دي تقريبا طريق ذا ميلادي قاوة يغاق زوري يا تقريبا وحا كسو وريقي أفر بقول يو زيادة سنظامة أيا كسوريك تاريخ ذا سواحي قالين هشيس ليدا هذا واحد لو قمر واحد دري حرية الاعتقاد حرية الاعتقاد واحد كوضان روح الدين تدوني هقاتو هذي كي كاثولي كبير هيا كي برتستان كبير هيا كي أردوكس كان نقونايا كي إنجيلي كان نقونايا نيوال بحر هاللوسي يدقال كان ساعان كورنا ما إنو دي أفكار تاني أينو كهشينو هلقا واحد كصوبة حيو فكرة ليدا هذا حرية الاعتقاد وأنا مدة وتلماما ينكر فولتر وأولي هي ألمانيا ما أنت واحد شرتمينا هذين دول صحراء والله فها إنجيليين تي بروتستانت يا كاثوليك وبوحيان بين نقول الله شرم الكوي ألمانيا إيو كون تجديد المعمودية يجنا وقولك هلا كوا سو إسبابية إبرس كده كده هدول سنشري لهين هشيس كواجع لك جلي ألمانيا شرم الكي يورو وحي نقول له هيد مال الله فها بني آدم كبوحية والصحراء بين نقول له لكن هشيسكي واستفاليا أي وضقلين با وحبت باديي ولقو قاري حرية الاعتقاد هل كاسا أمركا وحاكتمت وحل إلى هذا القاوة وكل رسالة وليه وتسامح إلى هذا فولتر باسكاله صفحة فرتني كوبات بلوس وكوريا تاريخ ذا لقصه بالله فلاسفة يا أقوياهن كرجال بيت كوحي حوج ساري وحلي ده هذا التسامح الديني يسامح حد الديني جاء هذا الواحد هاي صنع يسهايسه لكن ضد كوحي هذا فرقلين ديمو هو ذا النوع هذين تنا حق يا تنا بادل يا تنا وحقوان يا تنا وحدي يا تنا وحديلي يا طيدا صور راح المجرد هذا الكل يوضع حق بتيه وذا هاي نقول بكن يصير سهلوب بعدي وركاسة صباح aragtidaasi ma qana hadaas xusuusintii muhaadaraadka horeen dhignay waa aragtidi ay ku istaagtay dawladdi ama kacoonkii kacaankii warshadaha ee dawladda faransiiska ku dhalatay waa dawladdi ugu horeysay calmaaniya ah oo tasaamux diiniga iyo waxan kala ta asal ahaan calmaaniyada u qaadatay waa istaagtay 1789 asaaskaasi ku istaagtay tayib ila waxay soo socotay mas'aladaasi quruuntan dambe ama xilliyadan dambe dastuurta ama dastuurada dawladaha lagu qoro mabda' ahaan lagu qoro bayaanka caalamiga ee xuquuqda aadamaha ku saabsan ay yiraahdaan iyadana sida lagu qiray arintaas oo ah wax la yiraahdo xurriyatul i'tiqaad xurriyatul i'tiqaad ka waxa ka dhalanaya fahmo oo ruux islaamka ka baxay oo diin kala qaatay xurbu u yahay oo in la taabto ama la dilo ama la xiro masalada iyadii xuquuqdiisa iyo meel kaga dhacaysa aragtidu halkaas ay markaa kasoo bilaabatay waa soo socotay falsafadaasi markaa yaa iskale falsafada yaa iskale yaa reegalbeed baa iskale falsafadaasi markii dambe saameynteedu waxay u soo gudubtay caalamka islaamiga markaa waxay uga soo gudubtay markan soo anaga soo sharaxnay mustashriqiinta kadibna calmaaniyiinta kasoo qaatay سيداسي مركا عالم الإسلامي يقول سوى قدبتي خاصة وحي يقول سوى قدبتي فكر كاوا فكر كاوا التسامح الليبرالي بالي لهذا التسامح الليبرالي بالي لهذا عقود الدنباء مسلمين تحيل كاوا حا متلي سيد دولد وأهايد خلافة عثمانية ده وصل لك جيد وأها
اسطنبول صوما الخلافة العثمانية حلقي دنبا أوردن أيضو تاغن باي وقت انتي ضعيفتي يوروبنا أي كرو صوك عدو حيوغيستي باي فرقلين كسامية مارك الخلافة دي وي تاغن تاي خليف كي واجرة لكن سفارة ده هرية قلبيت كإسطنبول باسامين بدن كلها قرار كقادة شديسة يجهاد كأما يعني وحويان جهوين كأود أولي إني قوان كقاتا حلقة إساقعة ورقل بيت كنفوت كودي كورو سوكعي مسلمين تون ضعيفين أيا مركا رقل بيت كوحي كينين فلسفة دو دي أهيت حرية الاعتقاد كأما ديما حربة لوية إني مركا مسلمين تأي قليان حقيقة بلابط تاريخ بلابط حقيقة بلابط سنه كي تاريخ هيز ميلادي كمركه هي كون يا سيديد بقول يا افرتني افرتي كون يا سيديد بقول يا افرتني يا افرتي ميلادي تقريبا وبقول يو كونتن سنه كهر تقريبا صوما حلقه اسغا اه ايا واحد جيري نين سفير وها دوله الانجليز او اسطنبول وفديه وعاصمه دي خلافه صوما اسطنبول وفدي مجلس واحد لي جيري ستراتفورد كانين بلديتشر ستراتفورد كانين بلديتشر وسفير انجليزكا اسطنبول مركا وفدي خيلغا اسغا دولت انجليزكا وفدي سفير كان انجليزكا و هو عاداديس كوسميهي مدخي مسلمين تا اما خليفه كي مسلمين تا انتو او تغي ايو هو كدلبداي قضب قضب كان سمحوها إلغاء حكم الشريعة بإعدام المرتد روح دينة إسلام ككبحة ديلك للديليو أرنك إساقة أميشة كسار يعني صوصار وريكتو أرنتا إنين الدولة دو شقاكو لها إنينك دينة كبحي وحالا يابلي سفير كاس إنجريس كوحو ليه أو كدو ده هي أن القرآن لا يذكر إعدام المرتد صابت القرآن كما تعالى مرتد كهل الدلو يا رهية صفير في دولة إنجليز وركها إساقة ووركها نمانك وحكا قري دوني علماء شيك دوني وذاددة ووركها كوها الله ينلفتي سوا وعقوه الرئي صفير في إنجليز قرآن كما قرى هاي ماشا كسر هالك أرنت عيلا قرآن كما الشيك وحولي إلا في حالات معينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حاله خاصة وقت النبي قد عضي مويه مسألة مبدأ أساسي الدين تماه كسر مش وحبيت أقدر وأن السلطان العثماني وليس شيخ الإسلام هو المفسر للشريعة في حالة الضرورة حالات ضرورة مرك اعتمادنا مضحى دولة عثمانية ده أي شريعة فسر حالات كضرورة ده إوداتك دين تقوي إن الله ما نقدر معنا بحوك عرية إنه خليفك إلى هذا ورمتني الدين تمركي مركي الدين نقطة شيخ الإسلام باتشراء ومفتقة أمد باتشراء والكاسة الأولى نقول إنه كتحدري مركسولي هاي حالة ده نقول مركي يمادان هذا قوان كإسكالي وذا دين أدولان نقطة ما إيه أرين تهوستك حري هذا الكاس السفير كي إنجريس كو قد بيه لكي لديه تشري محوة هاي كانين وصفير كاه وكوكو ليستي ارنتي اولي نكي اسري دولة المسلمين تمركا وخليف كاه ايا كن يسديد بغل افرتني افر كي ميلادي كمركا اهي ايو حصو ساري وريكتو اوليهي ان الدولة لن تتدخل في مسألة الانتقال من معتقد الى اخر دولة مفرق قلينيس روح دين تكتغي أو تكلقات يا سو سيدي وروي مع صفير وركا سي دولة دي سو سارت وركا مركي دولة دي سو سارت انت بضان علماء ماشي تشوكتنا وحي قانان انو كرا عام بي قانان ارنتي يدا اهيد وحي اوحن تمي ويدي ننكي شيخ الاسلام كاهاي علماء اوهي متلهي ماشي هذا مفتي وغالي اوتشوهي با ارنتي كسعوهي شيخ الإسلام بالليج وحو ديدي إنو وافقه أرنت أيضا وحو لي مكري كارو لا أستطيع
أن أصرح أن المسلمين أحرار في تغيير عقيدتهم الدينية. كما دعوا لمن كركر إن ما أنت كل واقع مسلمين تحرب يبيهن إن عقيدته ده بدلاه والدين كلا قاتان إذا ما صوب يكرثون الشيخ إلا مرسيوه. هذا الكلام هذا الشيخ إنه وحوكية لا كتاب لي لهذا تطور الاتجاهات الإسلامية في الدولة العثمانية وأوقر لي عبد الرؤوف سنو وصفحة وحوكية لا لحية طبنات وعدد تاريخية سفيرك إنجليزكي رجل بيتكو إنه كتمد مسألة مرتد كذلكي سقران ككمية لي ماشا كسارة سوى قدمة وحوكا كدي دولة دي خلافة دي عثمانية ده والدولة دي أي صوص صارت قوانك يوريك تدا لكن شيخي لمرسين واي وحوجا مدرك دب شيخي مركو تقوكو كلام شيء شيخي نمرت المسألة دي كن يسجال بقول يسدد دي تاريخ تقريبا بقول سنة كور أي واحد يمد نمن صحفيين أما وريال أو روش بواحد قابلين ننكي حلقة شيخ الإسلام كأهاي دولة العثمانية تشوغي إسطنبول ورئيس بالله يا شير مرك ورئيس قوي الدين وحاكم إذا دينت محاد كقبتا إن مسلم كدينت إسلام ككتغو ديما كلاقات وحوكو جواب شيخي وشيخ الإسلام كيو وحوكو لا نطلب بأي حال من الحكومة أن تعاقب الخارجين من الدين مرنا بالدولة ده موي ديسانة نبوي ذاتك الدين تيسجتك إني عقابته أو نضغط عليهم بالقوانين والتضييق أما ما هي إن عداد سي بريشر كسر إنه قوانين تيو محوها هاي إنه كل عداد إنه مرنا بالدولة ده كعد صلمين كما لا نحكم على الخارجين عن الدين إلا بالحكم المعنوي ذاتك الدين تكبح كلي وعن كل حكومة ناوي حكم معنوي حكم معنوي محوي حكم معنوي وحكومة ولا يمكن إجبار الناس لقبول الإسلام أو المسيحية وإذا كان لشخص اختيار في الارتداد فلا يمنعنا مانع عن إظهار كراهيتنا له ونفورنا منه كلي تقول قلبك عن كذب سنين وذلك أضعف الإيمان صوبة دي مين الدولة صوقة بهل الدلو لكن وانو كذب سنين قلبك أمانو كذب سنين ما يجعل محا صوبة حي وحصوب حي مدحي المسلمين تي دولة السياسة دولة الشبيهي سفيرك واقعت كهذي سفيرك وركي سي شيخي نوامري ما وربا يا لمر يا وربا يا شيخي ماش هو إنا إستجنا مسألة دي قاضي هو صوصاري هذا الكاوحة صوبوري إستجنا الشيخ رشيد رضا مقالات وكوكوري تشري مجلة المنار أو صوصاري تشري رجوح كوكوري تشري كم إذا مسألة تشري إستجنا رجوح كوكوري تشري كم إذا مجلداسي يو هادلكا كوسو غوريي اسغا اسلا وقتي لفتيسا ايا ماركا مسالدو اي سو كشي عالم الاسلام دوددو ماركا ساي فورنتاي سلدان دوني ماركا ان ادين تابسيه وعوي مرتد دينتا اسلام كاتغي لما ديلي كرو دينتنا كوما تاله ان لا ديلو دوددو كورما بلاوته ماركا ساي بلاوته علماء المسلمين علماء دي ماركا ساد قورال لا سمي بر يا مركز هاي قرال اللي جسمي وح قرال كقري مركز نين لديه تشري رك دورة مركز صوغ على مش مصر بين أوبن ده أنت بدن قرال الله داس نين لديه تشري محمد توفيق صدقي أردن تكون سجال بقولي لباتنك مجلة مرار مقالات وكقري تشري أيوه عنوان كيظن أها الإسلام هو القرآن وحده إسلام هو القرآن كيلو عنوان وقدي تشري أيه ضوتك كأنه وحول مرتد كأن لدي لدين تكمد ما قرآنك مشي هذا الكازيو يا إسكالها قرآن كمشي يا إسكالها سفير في إنجليزكم وركو يزين كلهم مركزو دبدقي يعني بل الإنسان حر في أن يعتقد ما يشاء روح وحدون اعتقاد كره وأن قتله لمجرد ترك العقيدة مما يخالف القرآن عقيدة ونو خلاف إسلام كو تكلقات إن لو دلو قرآن كيف كسور جيدو قرآن كديدا وركازو قرينيكاس وحكدا بي الشيخ محمد رشيد رضا ونن عالم أها تفسير له وأقول لها لكن تأثر كتأثري
ninki la dhigi jiray maxamed abdu iyo jamaluddin afghani iyo ragan ka soo warana markan ka hadlayna aqlaniye soo ma garanaysan ragaas uu ku taaturay saas baradeen masail farabadan oo shaadu laha oo halkaas halka ku haysa asagana markii hore wuxuu qabi jiray isla waqtiyadaas ay isaguna wuxuu dhintay 1935 ayuu isaguna dhintay xilligaas wuxuu qabi jiray murtadka xukumkiisa inuu dil yahay gadaal dambu ka soo noqdayo wuxuu isaguna u soo labtay meel la dili maayo waxa isagana wax ka qorin la yidhaahdo sheekh cabdulcaziis jaawesh oo 1929 dhintay oo raggan iyaguna afkaarta reer galbeedka ka agdhow ahaa ayaa isaguna isla masaladii lafteedii sidii isaguna u maray intaasi markay dhacday baa culimmadii azhar markaa waxay ahayd waxay matalaysay qiblada cilmiga ee muslimiinta inaan azharatan aad arkaysaan waa waxaa la dhihi karaa waa yacni mowqica jaamacad ahaan iyo aqoon ahaan taariikhda muslimiinta ugu daweyn bay ka mid tahay dowr weynna way lahay saas daradeed gaaladu markay muslimiinta kusoo duuleen waxyaalaha ugu badan ay xoogga saareen azhar in dowrkeeda la baabiiyey ahay kaalintay muslimiinta ku leedahay azhar in la baabiiyey oy magacyaal iska noqoto culimmadii azhar oo waqtigaa joogay masalada waa ku qaybsameen marka arrinta waa ku qaybsameen qaar waxay la safteen fikraddii uu keenay safiirkii ingiriiska qaarna mas'aladii waxay salka u saareen taariikhdii dheereedeen hadda ka soo sheekaynay ee ummaddu intay fayoobayd ay lahayd oo ijmaac ahayd qolana halkaas salka u saareen warka murtidiisu waxa weeye doodaasi halkaasay marka ka bilaabatay waxaan doonayay inaan idin soo gaadhsiiyo taariikhda dheer ee muslimiintu isku raacsanaayeen murtadka diinta ka tegay ha la dilo goormay isbedeshay yaase keenay inay isbedesho afkaarta reer galbeedku markay adkaadeen oo muslimiintu daciifeen bay fikirkaasi ka yimid bitaxdiid waqtiguu yimid iyo ninkii dowladda geliyey iyo waqtigay ahayd baa la hayaa kadibna ta'asurkii in badanoo culimmadii ka mida ma badnee rag culimmadii iyo qoraayaasha ka mida ku ta'asuray fikraddii sidaasay doodeedu ku dhalatay ilaa maantana ay doodu ku jirtaa waxaan doonayaa marka inaan caawa darsigeenna ku xidho marxalada iyo waqtiga fikraddu ay dhalatay marxalo aan fayownahay maaha soo ma marxalo aan fayownahay oo aynu kenyaan jiro madax bannaanoo awooda aan leenahay ma aha waa marxalo laynaga xoog badan yahay layna haysto qawaaniin la dejistay ay nagu dul socdaan maalinba ninka gacanta sare le baa nadaam dejiya nadaamkuu dejiyuuna adduunka mariyaa maalin waxaynu joognaa ama taariikhahan dambe afkaartani la fidinayo waa xilli afkaar ummadeed ay nagu dul socoto waay intaan fayoobayn waa intay mas'aladu meel inoo taallo soo saas ma oon hadalgelin goormaa masaladani timid waa markaan daciifnay soo ma oo thaqaafaadkii afkaartii falsafadaha kale inaga xoog bateen halkaasay marka ka dhalatay insha allahu tacaala halkaas wixii ka dambeeya wax yaroo taariikhdaa ka mid a ayaa inoo laabano insha allahu tacaala dabageli doonnaa raggii markaa kadib siday u qaybsameen iyo taasoo iiga sii darano inay andimada caalamiga ana ku qoraan andimada caalamiga haddaad maqasho iyo iclaamka xuquuqul insaanka iyo dasaatiirta caalamiga iyo mawaathiiqda caalamiga haddaad maqasho ha ku khaldame waa nidaam iyo dasaatiir xilli rag iyo dowlada ay adkaadeen ay qorteen caalamkana ay ku qasbeen soo ma waana masale u baahan muthaqafkii aqoonyahanku inaysan ka hoos bixin waxaa la yidhaahda mawaathiiqda dawliga ah ma muslimiintu iyo qeyrkoodba inta laysu tegay meel lagu loo siman yahay miyaa inta wax la dejisaa laysku raacay ya ma jirto yaa waxaan dejiyey markii dagaal koowaad adduunku dhacay dawladihii xoog batay kadibna kii labaad dhacay dawladihii xoog batay baa waxaan sameeyey kadibna si ay adduunka u geliyaan waxay yidhaahdeen waxaa la yidhahdaa qaanuun caalami ah la yidhahda dastuur caalami ah iclaam caalami ah war goormaynu tashanay oon annagu qayb ka ahay
مربع هذا أنا وقاضنا وين كحوق بدنا يقعد صداس ما صاص هذا محو أهل التي في أنا بنان أيق وحي يسوس سمايان ولي بخصوصيات بيسوس سمايان يا عدك ديدا دقي حيا إسكاله فيتو يا إسكاله شن تدولة ذي أود الشيك تبع إسكاله حاجين كوه جينان ودين كوسين يا ومالهم كوه جينان ما تقرن إذا مالهم كوسين ودين أيق فريزان حتى أمضاها قال هذا أنت يسوس تجمع واحد تيسان ويسكون راعان ويدادان النجا إسكاله كم حبا كم جرادين أيق وقولان مركا مشكلة ده حيست أقويان كمسلم كأوحى كم ذا إن سيدا شنبيرتا كاسوكو دو كالا كاسوكو دو ببغدا سمينا عرق شنبيرتا كاسوكو ده يعني وحويان واد هالي هذا الكاقيب يسوحلي سمينا كع هداتي هذا كعب يضرب به بسم الله هداتي هذا بسم الله يبدي لكن هذا الأيض لا يضو حرع كما هذا وحيداتك كاكو بيسيكو هذا أقويان كوحى اللوبة هيا هي مركو كهالليو قانون عالمية يدستور عالمية إعلام عالمي مركو كهله إنه دبوا آخرية ورجال ما عالم كيسو تجوا واحد نسكون راعي صوّح ليسكون قصبي ونما حلي قال ليس قصبي ورجال بيتكو إنتي واحدة تشتين عالم كقصن دلينين فواح صوب هذا أي كيانين يكار فكرة ليراد حرية الدين تسامح الديني حلي قال سامرك وحلا بلاوي إن مركاسي أقويه هنكي يقراجي مسلم كي مركا يدهلو وروحن قوانين تن عالمي قال ee socda ee awooduna wado diinta islaamka wixii ka hor iimaanaya aan farsameyno wixii aan la socon karin diinta xogaa qiil aan u raadin maxaa kamid wax aan la socon karin murtidka diinta ka baxay hal la dilaa kamid taasi qaanunka caalamiga ma waafaqi karte nima yaqulo aan meelaha wax ka raadin quraankii laga waa wargi safiirka ingiriis quraankii laga waa wax jira ma haye ninka zinaysta isagoo guru horeeyay dhagaxa lagu dilo ah qaanunka caalamiga iyo xuquuqda aadamaha lama socon kartee bal taana wax u raadinno ah waxa la soo hel waxa la yidhi iyadana quraanka kuma taalo hadiis baa sheegtay Soomaa waxba kama jiro haye war xageed inoo wadaan hadda waxa socota in la yiraahdo qawaaniinta caalamiga la sheegayo waxay hadda qoraysa zinada in la yiraahdo waa jariimo iyo waa dambi waxay meel kaga dhac ku tahay xurriyadda shakhsiga inaad tiraahdo zinadu waa dambi waana khalad inaad tiraahdo ragu isma guursan karaan xurriyaddii shakhsigaad meel kaga dhacdo inaad tiraahdo dumarku isma guursan karaan xurriyaddii shakhsigaad meel kaga dhacdo qawaaniinki halkaasay mar hayaan zinadana qiil ma u raadin yaa war zinada qiil ma loo waxba loo raadin ودينتي بالا ليحين وآياتي بالا فرصمين وقال بحي محوى هاي قيل موايو يا قال بحي قيل موايو بس ألادو مركا وحي قصة ليسانتا هاي مدان دوري إنا لنسوه قارسي وحوي حلقة أفكارتاني طلانا يسو حلقة أقويهنك إيو قراغ فيوي هاي معها وحل مسلمين تو تأثير قصة عدو بس ألادو نحلقة سيسالك كوهيسا ترسيقين نهبين دم إن شاء الله تعالى وانكو ختمي دونا وأن كجاه لدون إن شاء الله تعالى شبهات كأي كفرة آياتها يا حديثها يا إجماع يا تاريخ ذا دار المسلمين تمثل هذا إسكور رعسناية شبهات كأي كفرة أيان بالريوي أنك جارك همين دم دول استاجي إن شاء الله تعالى يضعنا كخدمي دونا هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.